بارك الله في الذين تلاقوا في هذا المكان وتجاوبوا لنداء الحق ونداء الله ونداء الوطن، يردون الصائل والمعتدي، فبارك الله فيهم جميعا. إن كان الله تعالى قد قال عن المنافقين: فرح المخلفون بمقعدهم مع رسول الله وبمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحرب، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فإن الأحرار والأبطال والثوار والقادة والجنود والداعمين بالمال وبالجهد والنساء من خلفهم تحملنا حر النار وتحمل الجميع حرارة الجو جهادا في سبيل الله، لا تخلفا عن رسول الله ولا عن المجاهدين، فإن الله سيبدل ذلك بالنجيء النعيم المقيم وببرد العيش في الجنة والظلال الوارفة والفواكه التي يشتهون، وبالنظر إلى وجه الله الكريم. بشرى لكنا أمهاتنا وأخواتنا على هذا الثبات، على هذا الثبات وعلى هذا الصمود، أن كنا في الصف الذي يدعم هذه القضية، وقد أشاد العالم كله بوقوفكن وتضحياتكن وصبركن على فقدان الأبطال الذين قضوا إلى الله سبحانه وتعالى. فجزاكم الله خيرا وثبت الله الجميع ونصر الله أهل الحق أينما كان.